صباحكم مسك، صباحكم أحلى صباح. تسمعوا فينا على راديو مسك 106.9 كالعادة في برنامجكم صباحك مسك من 8 للتسعة. ضيفنا اليوم ضيف تري سبيسيال، كما العادة نحبوا نحكيوا على قصة نجاح سواء في الفن ولا في أي مجال. اليوم اخترنا أنه نحكيوا على قصة نجاح لكن في عالم الإنتاج لا برودكسيون. نحكيوا على تونسي فرض روحه في الخارج ونجح نجاح كبير، ونعرفوا اللي نجاح في الخارج ماهوش سهل حتى تعرف. إذا كان نجاح في تونس الصعيب، فنجاح البرة أصعب وأصعب. لكن التونسي هذية نقش اسمه وحفره بحروف نجم نقوله حروف من ذهب. اليوم باش نحكيو على الضيف هذي، لكن قبل ما نحكيو عليه باش نقولكم اللي هو من إنتاجاته كليب سور يوتيوب. كي تشوف باش تشوف لو شيفر 3، لكن مانيش نحكيو على لا 3K لا 300K لا 3 مليون، نحكيو على 3 مليار دو فيو. باش نسمعوا اكستري من الانتاج نتاعو ونكملوا نحكيو. ما يعرفش بايلاندو انريكي اغليسياس اي جينتي دي زونا. واليوم ضيفنا لو برودكتور اسلام شعبان، واللي كان اون كو برودكسيون في الاغنيه هذه في الكليب هذايا. كنت تقرب شوي اسلام. مرحبا بكم مسك فام، صباحك مسك، صباح النور على راديو مسك. اسلام شعبان برودكتور رياليزاتور دي بروجي. كنت في مازلت البرة، مازلنا البرة، مازلنا عايشين البرة، لكن تمشي وتجي على تونس بيان سور، ما بين ايطاليا سويسرا الى فرنسا. مرحبا بيك سليم، نورتنا في البلاتو. عايشك عايشك عايشك. وانت وانا نحكيو قبل ما ندخلوا بالحق، راهو نحكيو على 3 مليار دو فيو معناتها اليوم. مليار 500 مانيش مصدقه وانا نقرا فيها الحقيقه. Parmi les projets plus intéressants en film musique du monde latino. وانت كنت اون كو برودكسيون فيها. سي سي. نحب نتعرف عليك ساعة شوية قبل ما باش نحكي، وباش نحكي على برشا حاجات توا واللي يسمعوا فينا معناتها اسمع منا الدخلة هكا باش عرفنا. سي سور باش نحكي على أهم حاجة أنت نجحت فيها، لكن بشوية بشوية أنا باش نبداو نحكي ونحكي على إسلام شكونه. فعرفنا بروحك إسلام للناس اللي ما تعرفش إسلام في تونس. نعرف البرا يعرفوك برشا برا متأكدة منها، أما احكي لنا اليوم في تونس. بيان سور إسلام شعبان بروبريتير دو لاسوسيسيون ديسكارتو لاتينو. هي اللي هي موجودة وين؟ موجودة في مودنا، في إيطاليا. On fait la production toute l'Europe, surtout dans le monde latino. Nous travaillons ici avec l'ambassade de Cuba et de Santo Domingo. Donc tous les chanteurs, les artistes sud-américains, ils passent toujours par nous. Nous sommes des Tunisiens sérieux, on fait bien notre travail. Bravo, bravo les gens qui travaillent fi l'école. Donc kifesh sar dkhalt fi manta Bailando en coproduction ma Enrique, mais hech haja c'est celle-là. C'était pas facile. Pour production nta'o ou la charika nta'o هي الشركة نتاعو. الشركة نتاعو هو. اما احنا خذينا الاسم en toute l'Europe. Donc on a fait la production en Europe. إيطاليا، فرنسا، سويسرا. تقول احنا يعني شكون؟ احنا وني تواز اسوسي، انا وشريكي محمد كريم وعمر سوارز، سي ان كوبان. اون ريبريزونت كوبان. شنو اسمه؟ عمر سوارز. عمر سوارز. عمر كوبان واسمه كيسميوه عمر زيد حتى هما. عمر سوارز.
اون كولابور ياسر مع الامباساد نتاع كوبا، دونك عندنا حتى من البيرو نتاع كوبا باش يعملوا الاوراق نتاعهم، تو سكي دي باسبور اكسيتيرا. دونك اون ا تو لي باز دو دوني دي كوبا، سو سون بريسك 500,000 اسكري عندنا هنا، ايميل تليفون اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك لي زارتيست وقت اللي يجيو باش يشوفوا البلاد وغاديك اون اوروب سا لو في بليزير. اون ا دي ادجيفولاسيون سور لي بري سور على برشا حاجات اخرى. بي احنا شوف خاطر واحنا نحكي وحابين عدينا كان اكستري ظريف وحابين جوست هكا تعرف لنا بروحك شويه، خلينا نرجع نكملوا نسمعوها بايلاندو والحديث مازال متواصل معك.
مازلتوا تسمعوا فينا على راديو مسك 106.9 في صباحك مسك وضيفنا اليوم مسلم شعبان وبرافو برافو برافو كدخلوك ديريكت بالتصفيقه هما ديجا بالحق برافو تولي الناس اللي هكا كان فاتتهم البارتي الاولى نعاود نذكر انه اسلام شعبان ستان برودكتور تونسي عايش البرا في قطنتي ما بين ايطاليا سويسرا فرنسا وكنا نسمع في بايلاندو مش خاطر هو اختار خاطر شوف احنا مول كونسيبت يختار الضيف البلاي ليست اللي يحب يسمعها الصباح اما رانا اليوم توا الاغنيه بايلاندو اللي كنا نسمعوا فيها مش خاطر يحبها اسلام برك خاطر هو كان كو برودكتور ليها واللي هي عامله 3 مليار دو فيو لازم يميسيون كامل نعاود نذكر 3 مليار 500 3 مليار 500 مليون اسمعنا احنا احنا نحكيو ساعات على كليب كي نقولوا 300 مليون ديجا ابداع احنا كي نقولوا 1 مليون دو فيو ابداع انت انا وليت 500 مليون بعد 3 مليار ماهيش مهمه صرف ولا تصرف ولا شويه صرف سامحني بربي سامحني كليتك في 500 مليون فبالحق راهو سي انورم سي انورم سي انورم وحاجه تشرف التوانسه الكل انه تونسي بالحق ساهم في انتاج حاجه كيما هكا وانا فرحانه برشا اللي انت بحذينا اليوم في البلاتو فرحانه اللي قصه النجاح هذه لازمها تتحكي باش نقول لكم هنا قبل ما نكملوا نحكيو اسلام وقت اللي قلت له باش تجي بحذينا ضيف وانت راك ما تحضرش برشا معناتها في الميديا يقول لي قال لي ملكي انا راني نخدم من برا معروف البرا في تونس مانيش معناتها عنديش برشا خدمه اما راني نحضر في حاجه اي قلت له قيت بدك تحضر في حاجه في تونس نحكي فميرسي اللي بحذينا احكي لي احكي لي احكي لي بالحق توا شوف انت ترى فيها حاجه عاديه ولاد حاجه عاديه ولاد حاجه عاديه خليني نرجع نذكرك احساسك قبل خاطر نتصور النهار اللي انت سي بون معناتها بدا الكونتاكت وباش تخدم معاهم سيتي ايموسيونون سيتي حاجه ما كنتش ايموسيون كبيره وي سيتي حاجه كبيره ياسر خاطر كنت ان فان ان فان كنت نسمع فيهم في لي سي دي دون لو طون c'était quelque chose de mizyen a yasser عنده موسيقى مزيان il se présente bien sûr le parc c'était حاجه يعني تحكي على pour les chanteurs pour les chanteurs Gente de Zona Eric Iglesias Gente de Zona اللي هما دي قلت لي دي كوبان ce sont des cubains des cubains واللي هما في بلادهم معروفين برشا معروفين بصفه كبيره معناتها دونك انت كنت فان بهم وبين ديك زاده ولقيت روحك لقيت روحي في وسط ان انفيرونمون جو دوا ils m'ont proposé si je participe à la production j'étais pour j'étais يعني ما رقدتش الليل يعني قعدت يمكن بريود اللي نسال سال ليزيفينمون هما خاطر ما يعيشوا في امريكا دونك ما يجيو كان بور ليزيفينمون بيان بريسي خاطر تخافاي بوكو دونك وقت اللي صارت الحكايه وصاي سي بون لو كونتراي اللي في يعني صححت لي انا جو سوري لو كو برودكسيون دو هانت دي زونا كاو جو دو بارتير جو دو فير لو بوم كاو سي سي با ايفيدون ما انت قلت لي جوست مغروم بيهم سيتي 2015 سيتي ان 2015 اول ما خرجت الاغنيه نتاع بايلاندو مع اريكا غليسياز صاي يعني جي في لو بوم هما عملوا بوم وانا عملت بوم معاهم اكيد هذه مش بوم بوم كبيره بوم كبيره برشا فبالحق معناتها تقول لي انك كنت فان وقيت روحك باش تنجلهم قلت لي ما رقدتش الليل عندك الحق لازمك كان ترقد هذيك اللي مش نورمال فتوا كي انت معناتها مشيت وباش تبدا تخدم معاهم لكن قبل كنت فما مرحله اللي انت قاعد تحلم اسكو انت وقت اللي كنت فان حلمت نهار انك تخدم معاهم ولا نو امبوسيبل مستحيل امبوسيبل اما حلمت انك تقابلهم اي مثلا معناتها هنا شو نقولوا اللي قاعد يسمع فينا لازمك تامن بالاحلام نتاعك اي يقول لي انت تلمو اسمع هو فما حاجتين يقول لك باش تحقق الحاجه لازمك تعمل لاشي بريز توتال تسليم كلي انت هكا نحب عليها ما معناتها نسلم شو ما نعمل لاشي بريز الثانيه انك تخمم بوزيتيفمون وتقتنع انه الحاجه هذيك باش تصير راهي باش تصير لك راهي باش تجيك باش تجيك دونك انت كنت مخممها انه راهو لازم باش تصير باش تصير هنا نقول بالحق لازم حتى حد ما يسلم في حلمته مهما كانت الحلمه تحسها صعيبه تحسها بعيده عليك راهو اذا كان امنت بها واقتنعت بها من داخل وامنت بروحك نجاح جايك جايك وهذا مثال حي اليوم النجاح التونسي نجح والمع اسمه البرة فنعاود بالحق قد ما نحطوا تصفيقاته شوية عليه فريمون برافو ولا برافو 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 اللي عملته الكل
وبديت مدوا لي المشعل، قالوا لي شد تكون في المستوى، قلت لهم نكون في المستوى. انت هنا ثمانية باش تسمعنا، احنا عايش ديما نحبوا نحكيوا على النجاح في المجالات الكل، الفن كما قلنا اليوم، الانتاج. الناس اللي تسمع فيك تقول لك باهي ماهيش سهله، راهي ماكش انت قاعده كيكا. احكي لنا بالديتاي النهار هذاك الاولاني، المقابله الاولى، خاطر اقترحوا عليك ما كنت تنجم تقابلهم والمقابله هذيك ما يصيرش بعدها حاجه. اي دونك ماذا بينا نعرفوا اكثر تفاصيل. التفاصيل كيفاش تصير؟ هي يكلمك البروموتور، هما يشيرش لو موند لاتينو، دونك شكون العالم نتاعهم، شكون اللي ريبريزونت ساعه العالم لاتينو. كان كوبا راهي لومباساد نتاع كوبا، كان سان دومينغو راهي لومباساد، كل بلاد وعندها نتاعها، عندها الريبريزونتون نتاعها ليغال. وقت اللي احنا في الوقت هذاك عندنا ان بيرو في وسط اللوكال نتاعنا اسمه هافانا كافي اللي يجي في مودنا pour les citoyens cubains. Donc il présente légalement le شعب الكوبي هذيك. Donc عندنا à peu près 500 000 citoyens cubains inscrits en احنا تليفونات ايميل etc. pour faire base donné كبيره من غاديكا اون بار. تتشري بالفلوس، تتشري بالفلوس، ما تتشريش بالفلوس، تشري برشا فلوس. احنا كوم دي تونيزيان عندنا لي باز دوني هذيك. انك نتوا من نسمع فيك توا معناتها جينيرالمون الحكايه هذه تصير نورمالمون كي هما دي كوبان راهو عندهم من نفس جنسيتهم يكون تكون التمثيليه نتاعهم. انتوما كنتوا توينسه معاهم، ماهيش حاجه. التونسي يدخل برتو، شفت محلاك بربي محليها الكلمه هذه. التونسي برتو. بالحق راهو ينجح برتو، يحب يحط مخه يوصل زيد. والله يشوف الجنسية التونسية الحقيقة راهو عندنا برشا توينسا لبرا يمثلوا فينا في أحسن تمثيل. الحمد لله يا ربي، بالحق الحمد لله. مانيش ما ناخذوش الأمثلة اللي الحالات الشاذة، ناخذوا الأمثلة اللي هي غالبا التوينسا راهم مطلوبين سواء في الإعلام. شوف في العالم العربي، في الإمارات راهم كي تقول تونسي اليوم الاسم التونسي راهو ماركة مسجلة. معناتها اليوم في الميديا في العالم العربي الاسم التونسي حفرنا اسامينا، فرضنا رواحنا. لكن حتى لبرا معناتها في الاوروب كيف هاك قاعده تقول لي، وهذه حاجه تشرف، ما تنجم كان تفرحنا. بيان سور بيان سور، عندنا برشا ديزارتيست هذيك في اون ايطالي كيما غالي، كيما برشا يعني يعملوا ان برودوي تري تري بو، سون ان تران دونك اسي دو فير اون بيل ايماج بور لا تونيزي. سي سا. ولكن ما كانتش حاجه سهله باش تكون تونسي تفرض اسمك. لا ما كانتش، لا الراسيزم موجود والعبيد اللي تكرهنا موجود. اي كمل لي. دونك ماهيش حاجه سهله. اما انا امبوستي نوتر امبرانت. يشوف هو في كل بلاصه راهو انك تكون اجنبي باش تفرض روحك. سي با فاسيل. ماهيش سهله كيما قلت انت، كله موجود. لكن انتوما رغم العراقيل هذه الكل. خدمتنا. خدمتكم فرحتوا روحكم. خدمتنا. اون دي بيرسون سيريو، اون دي بيرسون يعني كومبيتيتيف، اون دي بيرسون اللي عندهم كلمه يعني سي سا كي كونت. انا هنا وانا نسمع فيك معناتها نحاول نحط روحي ديما في بلاصه الناس اللي تسمع. تصور معناتها حد يقول لك انا اليوم هاني في غربه، وهاني مثلا ثم ناس تسمعنا راهو على مسك بوان اخر اللي هما معناتها في الخارج ينجموا يسمعوا راديو مسك. دونك يقول لك راه مش سهل وراني تاعب. تعب راهو باش تنجح لازمك تتعب. بيان سور. وكي تتعب وتخدم بالصحيح وتكون بيان انتوغي وتمن بروحك توصل. اي ما فيهاش تو تري بيان انكادري راك توصل. شويه تعب. شويه ما ثماش نجاح راهو. تو دوك كواغ دون تون بروجي. لازمك تامن بيه. ما ثماش نجاح من غير تعب. ما ثماش. تو انت اللي تحكي فيه معناتها كي نرجع بتولي في قداش من عام وصلت للنجاح هذا؟ قداش خذلك من عام؟ من 2008 حتى 2024. ما شاء الله. يعني بريسك 23 نو فما 13 ans. 13 ans 14 ans. ماهيش في عام ولا في اثنين؟ نو. ماهيش في عام ولا في اثنين. من هذاك تو ابار بالكونسير تاع جنت دي زونا ولاو تو لي بروموتور يدقوا الباب. يعني فماش هذا الكلهم يجيوك يكلموك يقول لك راهو عندنا الارتيست فلاني 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 تو دو فير لو تور. ما نجم كان يدقوا الباب. هكا هو ما عادش ما يعني سي ولات اون امبرانت لو تونيزيان. هو راهو في الباركور العادي شنو يصير؟ تبدا برودكسيون صغيره. احنا دخلنا من الكبير. اي خطوه. من بعد توصل برودكسيون كبيره وساعات ثم عبيد راهي تقعد في مرحله طويله معناتها سنين فيك المرحله هذيك في البرودكسيون الصغيره باش توصل. انت ما شاء الله معناتها ان شاء الله الناس الكل تكون عندهم نفس هو ثم حظ وثم زاد مثابر الزوز.
باهي الحديث مازال متواصل معاك، باش نسمعوا أول أغنية أنت اخترتها لنا ونرجعوا. كنا نسمع في انتي اللي هي برودكسيون الاسلام شعبان ضيفنا اليوم، مازلتوا تسمعوا فينا على راديو مسك 106.9. اسلام انتي هذه انتي مش انتي 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 الغنيه انتي الغنيه اللي هي برودكسيون تاعك زيدا اللي هي شكون؟ هي المهدي ستايل. مهدي ستايل ولد المخرج زبير اللقاني المعروف، المخرج الكبير الفنان الكبير زبير اللقاني، تحيه ليه وتحيه للمهدي ولده. مقيم في فرنسا، ما بين فرنسا وايطاليا. هذه قصه حب هاي نتمنى كل واحد نجم يهديها لمرته صاحبته لامه لاخته، فيها كلمات مزيانين ياسر. كلمات شكون هي؟ كلمات مهدي اللقاني. هو اللي لحن. كلمات والحان وغني، فتحيه ليه. او كنت نجموا تسمعوها سوغ يوتيوب. انت انا كنت باش نسالك وحنا نسمعوا فيها ديجا قبل المحاضره، روحي باش نسالك باش نقول لك بيتا خدمت من انريكي من بعد اسكو خدمت توين كخدمت توينسا ولا لا. وافكتيفمون هاك جاوبتني اللي انت خدمت معاه هو تونسي. هو التونسي الوحيد اللي خدمت له؟ هو التونسي الوحيد اللي خدمت له. هو تونسي هو ديجا مقيم برا؟ اي عرفته البر. جينا لهنا عملنا فيستيفال 2022، فيستيفال ويكند دانس في تونس، جبته كوم سبيشال جيست خاطر سي ريتميك سي كيزومبا سي لو ريتم. فما بوكو ديكول هنا دو دانس في الريتم كيزومبا، ايزون في لو شو على غنيته هو خارجين على اليوتيوب سي تريبو على التيك توك زادا. وربي نجحنا وربي ان شاء الله ديما هكا. يعني شنو اللي تو انت تحكي لي ديجا على الموند نتاع السالسا؟ جمهور السالسا راه يعرف اسلام برشا خاطر خدم برشا في ليفينمونسييل في السالسا. دونك السالسا جات الغرام من وقت اللي وانت البرا ولا من قبل؟ وانا البرا اللي كان عندي سالسا كموزيك ولا كدانس معناتها؟ كدانس كموزيك. انت بيتك تعمل دانس معناتها؟ انا جورغانيز دي زيفينمون لاتينو. داكور. جو دانس يعني مش دانسور اما جورغانيز بلوس دي زيفينمون دانسون. في الدم في كل شيء. في الدم هكا بروديكتور قلنا. باش نحكيو بعد شويه اللي انت زيد عملت رياليزاسيون للدي كليب وكيف كيف وفي الدانس وفي الموند نتاع السالسا. السالسا تحسها ماخذه حظها في تونس؟ في تونس قاعده تكبر الكوميونيتي، اما ديما سي با لو ميم كونسيبت كيما عندنا في الاوروب. تو في الاوروب لو موند نتاع السالسا اللاتينو ان جينيرال باسكو اللي هي لا كوميونيتي سود امريكان، خاطر كيما تقول انت نتاعهم هما نتاع حاجه لاتينو نتاعهم هما حاجه البرودوي نتاعهم كيما احنا حاجه نتاعنا احنا تونسيه. اي ماجوريتي نتاع لي دونسور بروفيسيونيل اللي تشوف فيهم في التلفزه في كانال تشينكو ولا في رايون ولا اكسترا كلهم مقيمين في ايطاليا. اي يعيشوا في ايطاليا. دونك عندنا لوبورتونيتي كون اون في ان ايفينمون نجيبو ان ارتيست سي اوتر شوز. هنايا لا في تونس سي با سا، اون با لا تو هذايا مش موجود. دونك انت قلت لي جبتو في ايفينمون في لاتينو ومن وقتها بديت انت شويه في البرودكسيون. كنت هذايا انت كنت اول تعامل معاه؟ هذه فما برشا، فما توا اون سيري خارجه 3 فيديو اليوم جا خرجوا في اليوتيوب. سي اون استوار تاع لو تونيزيان كيفاش يعيش لبرا وشنو هي العواقب اللي باش يدخل فيهم وشنو هي المشاكل اللي باش تعدى بيهم. سيت ان اوتر موند، اللي العباد ما تعرفوش. اللي عندك فما اديسيون اخرى باش تصير للفستيفال هذايا بيانتو ان شاء الله. وقتاش؟ ايتي 2025 ان شاء الله.
ان شاء الله. هوكا كي تبدا تحضر في ليديسيون هذه انت تجينا تعاود ترجع بحذنا في مسك وتحكي لنا اكثر. بي دونك خدمت مع تونسي وقعدت هذا كيف قلت لي نجاح كبير. دونك قداش من معناتها قداش من مره خدمت معاه؟ اسكو كاين الاغنيه هذه ولا فما اربع خمس اغنيات البوم كامل خدمناها مع بعضنا اللي هو فما البادرينو اللي عملها لاني ديغنيير. فما زوز اخرين زاد ريتميك. بون هنا باش ما نظلموهش مش نحكيو على 3 مليار ندخل اما نحكيو على نجاح زاد نجاح نجاح ماشي في يعني ماشي في ثنيه باهي في فرنسا. يعني لي اون ترافاي بوكو ان فرانس. يعني اللي نعرف اللي هو ما يعملش جوست مش يغني بالكاس داي يغني رياليز دي فيديو يفي في بوكو دو شوز يعني انتريسونت جوست كي نتقرب شويه الميكرو باش الصوت كيكون اوضح. اي دونك شنو يعمل اخر؟ يعمل مانكينا، يعمل رياليزاسيون، يعمل رياليزاسيون. عندنا ستوديو دو برودكسيون زاد غاديك ا باري ايه اون ايون تران ترافاي وان شاء الله ربي يوصلنا. برشا نجاح هذه والله قلت لك شيء فرح. حتى هو زاد بالحق قاعد يخدم في خدمه باهيه قاعد طالع بالكدا فربي يوفقه. هني باش نقول لك عندي هكا حاجه في مخي مقبله كيستيون نحب نسالها لك. ما بين عالم الانتاج غاديكا معناتها الموندو نتاع البرودكسيون غادي وهنا في تونس شنو هي الفرق؟ نحي الامكانيات نحي الامكانيات. زوز اثنية مش كيف زوز اثنية مسهله واثنية مسكره. والمسهله هي اللي المسهله اللي هي غاديكا دونك لا باباراس تو لي شوز يعني مسهله غاديكا مسهله كل شيء مسهل. باقي نقولوا مانيش نحكيو على الامكانيات ولا على الفلوس هنا نحكيو على الاجراءات العاديه. الاجراءات العاديه اللي عندنا في تونس ان بو ديفيسيل يعني سا بون دو تون ماهيش مسكره سا بون دو تون تاخذ اكثر وقت والوقت هذاك فلوس وقت ولا. فلوس دونك ندخلوا في البيرت قبل ما نربحوا الفلوس وهذا يخليك اش تعمل؟ يخليك تو بونس ليغ و تو شيرش اوتر شوز. وحنا ماذا بينا الخدمه تكون اكثر في تونس اكثر في تونس ديجا فرحنا كي انت قلت باش تخدم حاجه في تونس بيانتو فان شاء الله ان شاء الله يجي الوقت اللي نوليو احنا عندنا التسهيلات هذه للانتاج. دونك هكا ديما الانتاج كي يتعطل ماهوش كاين فلوس راهو ثم اجراءات نجم نحسوها عاديه كيما قلت انت تقول اوراق شنو اللي فيه يما الاوراق هذيك كيما قال لك هو راهو فلوس بالنسبه للمنتج الوقت يخلص. دونك يتعطل في ديتاي صغير ولا في ورقه ثم اللي ما يسلمش يكمل وثم اللي يقول لك ما نجمش. مازلنا باش نكملوا الحديث معاك اسلام لكن باش نخرجوا بوز بوب ونرجعوا. ما زلتوا تسمعوا فينا في صباحك مسك على راديو مسك 106.9 وتسمعونا زيد على مسك.ار وتتابعونا سور لي ريزو سوسيو. ومازال ضيفنا منورنا في صباحنا اسلام شعبان منتج تونسي مقيم بالخارج ونحكي معاه بشوية لكن باش نعرفوا من بعد انه اسلام حضر سوربريز انه هو باش يخدم حاجة في تونس وهذه حاجة تفرح برشا. اسلام قبل ما نخرجوا بوب كنا نحكيوا على الصعوبات اللي تلقاها معناتها كمنتج تلقى روحك تسهيلات انك تنتج لبرا اكثر من تونس. اليوم قلنا صعوبات مانيش باش نحكي على الصعوبات الماديه قلت لي الحاجات اللي تعطلك شويه اللي هي الاوراق البابخا الساعات اللي هي اجراءات انت تراها نورمالمون تسرع لكن رغم هذا قلت انت توا تخمم انك تنتج في تونس. كيما وصلنا للجنت دي زونا توا يلزمنا نوصلوا نعملوا بروجي نتاعنا ان تابر تونيزيان. ان تابر تونيزيان اللي هو انا كانت الفكره نتاعي باش حبيت نعمل حاجه دينيه حاجه تراث تونسي حاجه في الاوروب في البريود نتاع رمضان. دونك حبيتها في رمضان دونك سي تياترال دونك نزار لوكال تياترال في التياتر. دونك حبيت انت معناتها مش تنتج حاجه باش تقعد في تونس لكن تهز تونس للاوروب للاوروب فير لو تور اوروبيان. هذا راهو
حكايه منك وفكره ياسر حلوه. بون نعرفوا اللي برشا عباد تخدم على الحاجه هذيه، لكن انت ايش قلت توا انت حتى تروحي في بلاصتك؟ انت تقول انا نجحت غاديك وحفرت اسمي، دونك اي حاجه باش نعملها ولا باش نجيبها باش يستقبلوها مني، فنهز نهز المنتوج التونسي. نهز المنتوج التونسي معايا. برافو، بربي هذه تحيه عليها، تحيه ليها عليها، يعطيك الصحه. دونك وخممتي حاجه في التراث؟ في بريود رمضان نهار غير بنهار مثلا بور 15 جور بور لي تونيزيان سيتويان تونيزيان غاديك ولا مغاربه ولا الجزائريه ولا اللي هما كي ام هذه الحاجه اللي ناقصه في رمضان عندنا احنا غاديك، ما فماش حاجه تراث تونسي اللي تسمع بعد شقال فتره. سي غار سي امبوسيبل، ما صارتش، ما ريتهاش، ما عشتهاش، ما تعملتش قبل، ما تعملتش. دونك حبيت نهزم خدوي. بورتون نسمعوا ديما ثم دي سبيكتاكل يسيروا، مسرحيات تنجح في تونس، تمشي لبرا، عروض فنيه، فنانين برشا يمشوا يعرضوا خاصه معناتها في باريس نسمعوا، لكن وفي الخليج زاد قاعدين كيف يخدموا على هذا. لكن هكا انت فاجاتني، قلت لي راهو في رمضان ما فماش خدمه. ما فماش. يعطيك الصحة، تعرف علاش؟ خاطر شوف الناس اللي تغربت وعاشت الغربة، يعني حتى من الناس عشت هذاك نعرف تبدا في رمضان راهو خاصة التونسي كان ما يهبطش لتونس، كان ما يجيش، راهو يبدا متوحش البلاد، الماكلة، متوحش ريحة تونس، متوحش فن تونس. تصور انك انت في رمضان تحاول تعيش الجو التونسي غادي، فاكيد باش يجيك. بيان سور باش يجيك. سو سون توس دي فامي، يعني الناس كل تحب الحضره ولا تحب الامور الدينيه التقليديه نتاعنا نتاع بلادنا اللي هي يعني عروض كبيره كيما الزياره، كيما الزياره، كيما الحضره النوبه، العروض هذي. وي دونك انت خممت انك باش تعملها في عملها ان شاء الله في رمضان. كان الجمل بديت تخدم فيها؟ غادي نعملوا في اتصالاتنا ونخدموا الاوراق في تونس قبل ما نخدموا البروتوكول نتاع العباد اللي باش تمشي غاديك. وانتم تسمعوا فينا بربي يسهلوا الاسلام. اي تونسي، اي تونسي يحب يهز حاجه معناتها برودوي تونسي، انتاج تونسي، فنان يهزوا لبرا، ماذا بينا نسهلوا له الاجراءات هذيا ونعاونوه ونخليوه يوصل احسن صوره للبلاد. هذوما سفراء تونس لبرا. اي حاجه راهي تخرج وتخرج صوره البلاد راهي باش تنفعنا ترجع لنا بالباهي. قلتها راني بريس كل حصه قاعده نحكي عليها انكونسيامون، معناتها نحكي نلقاو ثنيه تهزنا للكلام هذا، فنسهلوا لهم ان شاء الله. ان شاء الله. دونك بديت التحضيرات. بديت التحضيرات وربي يوفقنا. وانت تحكي لي، قلت لي راهو التوانسه والمغاربه والجزائريه اللي برا يجيو، دونك انت حتى تعرف انه حتى المغاربه كي نحكي نقول المغرب العربي يحبوا يتفرجوا في الحاجه التونسيه. والمسار وحتى ليزافريكان يجيو يحبوا يشوفوا التونسي. هذه حاجه تفرح. حاجه تفرح. حاجه تفرح من قدام لقدام. فان شاء الله ان شاء الله بينتم ان شاء الله رمضان السنه هكا نوعدوهم بحاجه هكا نقول لهم عملنا معنا نقول لهم راهو رمضان السنه. راهو رمضان السنه فما موسيقى نتاعنا تونسيه مزيانه ياسر. نحبوكم حاضرين. تحديدا في ايطاليا. في ايطاليا. ايطاليا، فرنسا، سويسرا، عندنا اللي كان partout. سي بيان دونك لو لوروب. دونك لو بروجي باش تخدم عليه في لوروب. في لوروب كامل. تور كامل. سي ان برودوي تياترال. ماهوش ديسكوتيك ولا ريستورون. هذه من عند ارسلان. التصفيقه هذه من عند ارسلان قال لك في الغيجي. قال لك هذه تحيه كبيره برشا خاطر معناتها انت مش خمام ديجا مش باش تخدم على كوميونيتي واحده. لا. ماكش باش تخدم جوست على التوانسه اللي في ايطاليا بركا هكا باش تعملها اون تور دوروب. بديزارتيست توانسه بعرض تونسي. تونسي. مهما كان العرض اللي باش يمشي نتمناو له النجاح وبالحق صحه ليهم التوانسه اللي باش يعيشوا اللحظه هذه. هكا اللي باش يكونوا موجودين وقتها غاديكا اللي مش باش تواتيها الفرصه انه يحضر يجي لتونس في رمضان، تونس جيد. تونس جيد. تونس جيد. جيد باش تفرح بيه وباش تعيشوا لو مومون لو بون مومون. محلي الحديث معاك اسلام ومحلي قصه النجاح هذه وقديش يفرحنا تونسي كي بدا نجح كيفك. الحديث مازال باش يتواصل معاك لكن باش نسمعوا اغنيه اخرى انت اخترتها لنا ونرجعوا. مازلت تسمعوا فينا على راديو مسك 106.9 ومازال ضيفنا بحذانا اسلام شعبين. برافو زاد هذه زاد انتاجك زاد المهدي ستايل. مهدي ستايل
اسمه الفني مهدي ستايل. مهدي ستايل. مهدي ستايل. هو مهدي اللقاني. مهدي اللقاني تحية ليه، اللي هو ولد زبير اللقاني. ولد زبير اللقاني الفنان الكبير. معناتها بالحق كل حاجة قاعدة نسمع فيها خدمة، خدمة مخدومة بإتقان. أي من كلمات للحن للتصوير. التصوير هو اللي يصور توا الغالي غادي كافي ميلانو، اسمه بيتر. سيت ان بروفيسيونيل، هو اللي لهينا بالتوسكي مونتاج والتصوير وكسترا. معناتها سيت اون ايكيب بروفيسيونيل اللي تخدم في خدمه باهيه برشا. ربي يوفقه وربي يوفقك انت زاد في النجاح هذا. حكينا قبل ما ندخل في لي كوليس وانا باش نحكيو فيه على انك انت قلت لي ملكه، قلت لي كل حاجه نخدمها نحب نتخصص فيها. دونك شنو هو الحاجات اللي تخصصت فيهم وقريتهم باش اليوم يعاونوك على النجاح هذا؟ توسكي قريت الماركتينغ، قريت لا ريستوراسيون، قريت لا جيستيون دو لونتربريز، قريت كل شيء. خرجت نجا من تونس قاري، انا قاري في اليو اي اس يونيفرسيتي عرب دي سيونس، ميتريزي اون جيستيون اوتيليير. دونك من غاديكا بعد خلت الغاديكا جي كملت قرايتي باش وصلت. وقت اللي تمشي بقرايتك تمشي مسلح، تمشي وانت مليان مليان، تمشي وانت مليان. ما تخافش، ما تخافش القاري، ما تخافش عليه، ما تخاف كان من معناتها كان من الفراغ. الفراغ هو اللي ما يخليكش تنجح. لكن وقت اللي تمشي وقاري رغم هذايا الكل، توا كي نحكيو على قصه نجاح، معناتها اسلام بالتكوين نتاعو، لكن قال لك نزيد نقرا، نزيد نتكون اكثر باش نجم نبدع في اللي انا نعمل فيه. وكي انت خدمت في ليفينمونسيل توا اللي تسميلي فيهم الحاجات الكل اللي عملتهم، دونك وكنت عندك دي ريستورون، قلت لي دي ريستورون دي ريستوران دو 3 فورشيت وانت طالعه. سي سي لو لوكس، سي لو لوكس. دونك كل حاجه تقول نتكون فيها باش نفهمها. سي مهم برشا انك تكون متكون في الحكايه هذه باش في اي مجال باش تخدم فيه. مهم برشا انك تتكون فيه. بيان سور بيان سور باش نجم تفهم وباش نجم تجاريه بالصحيح. اي هو انا هي كنت اصعب في ايطاليا انك تدخل للعالم الريستوراسيون ولا العالم البرودكسيون ولا الريستوراسيون اصعب من ليفينمونسيال والبرودكسيون. سي البرودكسيون ولي زيفينمون قبول يعذروا لك يجيوك. ريستوراسيون باش فيه الكاريزما تتخدم. اما باش يجيو باش ياكلوا لك ماكلتك ساعه لازم يقيسوك. سي ديفيرون، خاطر انت باش توكلوا باش تعطيه ماكله يندرى ماكلتك نظيفه ولا لا، الريستورون تاعك نظيف ولا لا، tu es sous contrôle ولا tu es un étranger. يعني باش توكل دي ايطاليان غاديك، يعني سي والشيف يكون والشيف يكون يعني من مستوى يعني. ورغم هذا انت نجحت. وصلنا ونجحنا وكلناهم وكلوا كسكسي الكسكسي التونسي. باش تكمل تحكينا على الكسكسي التونسي، لكن باش نخرجوا بوب ونرجعوا. ما زلتوا تسمعوا فينا على راديو مسك 106.9 وتسمعونا زيد على مسك.art وتتابعونا سور لي ريزو سوسيو. وضيفنا اليوم اسلام شعبان، قصه نجاح تونسيه. قبل ما نخرجوا بوب كنت تحكي لي، قلت لي اسمع العالم الريستوراسيون، خاطر اسلام قبل ما يمشي للبرودكسيون هو سان برودكتور ونجح. ونذكر قلناها في اول ليميسيون اللي هو كان كو برودكتور البايلاندو دارنيت بايلاندو جنتي دي زونا وانريكي اغليسياس. لكن قبل ما يوصل لما يخدم في البرودكسيون، اسلام دخل عالم الريستوراسيون قبل. وكي سالته شنو اللي اصعب، الريستوراسيون ولا البرودكسيون، قال لي الريستوراسيون كانت اصعب. هكا ولا لا؟ وحكينا قلت لي اسمع، قلت لي كنت مسؤوليه انك توكل الناس وباش يجيوك. اما قلت لي وكلتهم الكسكسي التونسي. وكلناهم الكسكسي التونسي. التونسي حار حار بلاش عصبان. لكن بالعصبان كان كسكسي بالعصبان يقول لك ديريكت راهو بعد حتى بنين ولا مش بنين باش يقبلوه. بيقبلوه بصفه عليهم. لكن انت اكلتهم كسكسي التونسي الحار وقبلوه وحبوه. وحبوه. سيت ان بلا تونيزيان في قلب ايطاليا. في قلب ايطاليا في الجبل. في جبل ايطاليا. وين بالضبط تحديدا؟ في كافرياغو. هي احكي لي احكي لي تفاصيل عليها الحكايه. جافي ان ريستورون امبوست برازيليان اسمه دادو كافيه.
الريستورون معناتها البرازيليان لكن فيه ماكله تونسيه. ايه عملنا فيه ان بلا تونيزيان خاطر احنا ونادي تونيزيان دونك حطيناه في المنيو وخرجت الكسكسي اكثر من الماكله البرازيليان تاع الشعب البرازيلي. إذا يا شو الكسكسي ما نجم كان ما ينجحش ما ينجمش معناتها الكسكسي معناتها ان ريستورون بريزيليان في قلب ايطاليا ريستورون ينجح بالماكله البرازيليه لكن نحطوا فيه بلا تونسي وينجح البلا تونسي ينجح البلا تونسي التونسي غلب الهريسه شعب الهريسه رانا شعب الهريسه ما نجمو كان ننجحوا اي دونك عجبهم نجح الكسكسي نجح الكسكسي نجح الريستورون سيتي اون تري بيل اكسبيريونس كاو حاطك شي اليوم موجود سي سا برافو 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 دونك اي من عالم الريستوراسيون دونك هذاك اللي حلك البيبان العباد تعرفك بشويه 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 بديت هكاك من بعد اون ابري دوتر ريستوران دوتر لوكال وكبرنا ولينا اسوسيسيون كبيره غاديك والناس كل عندها ثقة فينا وقاعدين نخدموا في خدمة مزيانة ياسر. والتونسي للتونسي غادي يعاون؟ فما تونس دعموك؟ فما سي سي سي. معناتها هكا الفكرة اللي احنا ساعات نقول لك ليه مش ديما نعاونوا بعضنا؟ لا سي با فري بون. فما نحكي على روحي أنا فما برشا عاونوني. برشا تونس لقيتهم دعموني. برشا تونس سي. فاميليات سورتو خاطر حاجه نظيفه دونك سون دي فامي اللي يجيو كل يدعموك واللي سيتون سوتيان دونك لقيت توانسه امنوا بيك دعموك عاونوك ما احلاها كي نلقاو هكا توانسه متحدين لحمه واحده نشجعوا بعضنا اي غادي كاي غادي كاي دونك في الغربه تحس التوانسه تحس التوانسه مع بعضهم يتلموا ويد واحده اي هذاك علاش نجح يولي معناتها تعطيك شارج تعطيك كاريكا باش تزيد تطلع تزيد كي يعاونوك تنجم تولي تزيد تعاونهم انت سي كوم سا سي عجله تدور وكيك بشويه 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 بعد النجاح هذاك دونك بشويه بشويه دخلت قلت لي العالم عالم ايفونسيال وليت ان دي بروميي برودكتور هذيك اون اوروب جي في لا برودكسيون بور pareil des chanteurs comme El Micha, comme El Chacal, comme El Tiger, Havana de Primera, Los Van Van, etc. Yomil El Dani, tous eux, يعني بشوي على الاقل فما ما بين 10 10 artistes par année يعني je dois faire les concerts كل شهر عندك ان كونسير tu dois faire un artiste différent وهذاك اللي بدا يعرف باسلام يعرف باسمه يعرف باسمه دونك منها هي بديت بالريستوراسيون بديت بشوي بشوي تتعرف دخلت ليفيدمونسييل ومن بعد جيت حكيت بايلاندو بديك الاسم هذاك التونسي نصوره وسمع بيت تسمع اسلام تونسي اسلام هيك تونسي هيك تونسي ما هو بينه وبين هو كي يعمل غريماس تاع وجهه نتاعك اللي اما من داخل راهو حاس بيه فرحان لخاطرك العبد التونسي هذاك اللي كان لا شيء ولا تفهم حكايه اللي هو انا اسمي مثلا في ايطاليا يعيطوا لي سام شو دونك سام شو سام شو جي كري لو شو دون لي زيفينمون دونك جي كاو اللي الناس كل تبع وين فما يعرفوا غادي كاين فيلم في سام شو دونك سي لو بوم سي لو دونك يستغربوا من الاول اي من الاول تونسي فما اللي يقول لك هذاك لي برازيلي فما اللي يقول لك لا هذاك نعرفش سود امريكا يقول لك من الاول ما يجيبوهاش فيك تونسي معك تحكي معاه بالتونسي وقتها يقول لك والله وحلاه ولد بلادي ويبدا فرحان بيك وفخور بيك محلاه صح عليك انك عشت اللحظه هذه اي حد يتمنى راهو انه ينجح الناس الكل تتمنى نجاح لكن انك تنجح البرا وانك ترى الناس فخورين بالنجاح نتاعك مش اي حد ينجم يعيشها تو رياليز اللي عملته اسلام مازلت شويه مازلت مش مصدومه مازلت جو سوي فيير دو مو ميم الحمد لله وهذه اهم حاجه انك تكون فخور بالمشوار هذاك اللي هو ما كانش سهل فيعطيك الصحه يعطيك الصحه في اللي عملته الكل الطريق ما كانش سهل هو ما كانش سهل صعيب وتوا كان ترجع نرجع بك بالتوالي شنو الحاجات اللي تعاود تعملهم كيما هما والحاجات اللي ممكن ما تعاودهمش ما نبدل حتى شيء كيما تعديت محلاها كيما هي بصعوبتها بالحاجات الباهيه نتاعها بالديسيبسيون بالفرحه وين تعديها كيما تعديت كانت تعديت كلها يعني حاجه توب ما عنديش نقول
لازم فما دي سو و دي جو سو و جو. هو يقول لك وقت اللي انت تبدا قاعد تتخيل في 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 حاجه ولا تخمم انك تنجح ولا تحلم بقصه لازمك تقبل انه القصه هذيك ماكش باش توصل لها ولا نجاح هذيك راه مش توصلوا بالسهل باش توصلوا بشويه بشويه وتقبل انه فما صعوبات هذيك راهي باش تصير باش تصير ومن بعد باش توصل. تو دوك كروغ تو دوك كروغ. هذه هي توا انا نقول للناس اللي تسمع فيك ثم برشا اللي يخمم انه يبدا مشروعه في تونس ثم اللي لبرا ثم اللي ديجا مشى ومازال هكا ما لقاش هكا الثنيه الصحيحه شنو تنجم تقول لهم؟ باسيونس الصبر الصبر وكا اصبر راك باش ترق تو دوك كروغ دون تون بروجي. وشنو السر في انه تونسي ينجح البرا؟ خاطر الصبر الخاطر تونسي بربي هيدي بالحق هيدي بالحق التونسي ينجح على خاطر تونسي سبيسيال احنا التوانسه اوني سبيسيال اوني 10 مليون بيرو اوني سبيسيال اوني بارتو ما فماش كيفنا لا فماش تو شو اللي باش يتفرج فينا في الديجيتال باش يرانو اسلام وهو قالها راهو تاثر على الاخر عينيه دمعته وهو يقولها انه احنا تخي سبيسيال وهذاك هو اللي يثبت النجاح نتاعنا فدمعه هذه اللي في عينك انا نفهم اللي انت تعبت برشا باش وصلت لهذايا وقد ما نقول لك برافو اسلام اللي عملته وشويه دونك يعطيك الصحه اسلام ان شاء الله ديما نشوفوا توينسا كيفك انت اليوم اسلام بيانتو ثم حاجه جديده باش تحضرها في تونس اباغ اللي قلته لي اما قلت لي ما نجمش نحكي عليها برشا اي اللي هي c'est un projet particulier مزيان ياسر c'est une comédie ما نجمش نقول لك اكثر واش باش نجم يقولنا اكثر فنقول لك ميساج ميرسي اسلام نستناوك وقت تحضر الحاجه هذه وتربح لنا في مسكو تحكي لنا محليها الساعه تعدت معاك محليها الانرجي اللي عطتها لنا وتو نقول لكم استنيونا غدوه مع ضيف جديد من 8 ل 9 في صباحك مسك.